الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وتسليمًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الإسلام قد أمرنا في الآيات المحكمات وفي الأحاديث الصحيحة بالاجتماع ونبذ الافتراق، وأمرنا بالاجتماع مقيدًا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في الاجتماع من القوة واللحمة وإرهاب أعداء الله، ونهانا عن التفرق لما في التفرق من الضعف والهوان وسرور أعداء الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإسلام يا عباد الله أمرنا بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن التفرق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا بأن هذه الأمة ستفترق ولا بد، فقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فهذه الأمة كتب عليها قدرًا أنها ستفترق، ولكن ستنجو من هذه الفرق فرقةٌ واحدة. وهذا يا عباد الله يفيدنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، لأن الأمر عظيم والشبهات كثيرةٌ وخطافة. فعلى المسلم يا عباد الله أن يعرف ويبحث عن الحق ويتمسك به، ويعرف الباطل حتى يجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فيا عباد الله علينا أن نتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، بكتاب الله وبسنة رسوله، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه الدولة قد قامت على التوحيد والسنة، وجاهد فيها أهل التوحيد جهاداً عظيماً، بذلوا الغالي والنفيس من أجل إقامة دعوة التوحيد من عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فقد بذلوا غالياً ونفيساً، بذلوا الأرواح وبذلوا المهج من أجل أن تقوم دولة التوحيد، وحاربوا القبورية والصوفية والوثنية، وحاربوا جميع أعداء الله حتى قامت دعوة التوحيد، ولا زلنا نتفيأ ظلالها ونقطف ثمارها فضلاً من الله أولاً. ثم ما قام به هؤلاء الموحدون رحمهم الله رحمةً واسعة، ولما علم الأعداء أن هذه الدولة قد قامت على هذه البنية العظيمة على التوحيد والسنة، أدخلوا عليها أحزاباً وجماعات وفرقاً وضلالات من أجل أن يوهنوا هذه الأمة، ومن أجل أن يفرقوا جمعاً، ومن أجل أن يستولوا عليها. فأدخلوا عليها الأهواء والفرق والجماعات التي تتسمى بالإسلام، والإسلام منها بريء. فقد أدخل علينا يا عباد الله جماعات كثيرة، ومنها يا عباد الله جماعة التبليغ التي تسمى بالأحباب، فهي فرقة يا عباد الله صوفية نقشبندية نورانية، تدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى عبادة القبور، وإلى التبرك بها، وإلى الحج إلى مشاهد مشايخهم. فهي دعوة يا عباد الله أسسها محمد بن إلياس على شتات من الفرق الصوفية والطرق البدعية، فجمعهم على طريقته بعد أن كانوا مشتتين على عدة طرق. وهذه الطرق الصوفية يا عباد الله تقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا وحاشا وكلا أن يكون في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص أو عيب، أو أن يقوم أحد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خالص الاتباع والمتابعة. فهذه الطرق يقوم عليها هؤلاء، فكل يؤسس له طريقة يأمر بها المريدين بأن يتبعوها، وأن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة التي أحدثها هذا الشيخ وهذا الذي أسس هذه الجماعات. ومن خرج منها فقد خالف عندهم أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الفرقة قد تأسست على هذا النحو، بأن وضع لهم هذا المسمى محمد بن إلياس طريقة في الدعوة إلى الله، وهي بالحقيقة دعوة إلى الحزب والجماعة لا يخرجون عنها، ويمشون على ما وضع لهم من الأصول ومن الأحكام، فإن خالفوها فقد خالفوا أمره وخالفوا الجماعة. وهذه يا عباد الله طرق ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه طرق تزاحم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فلا يقوم عالم بعده إلا بدعوته صلى الله عليه وسلم. أما إن قام أحد بخلاف دعوته أو جعل له طريقة لاتباعه فإن هذا هو الضلال المبين والخسران الواضح في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يا عباد الله، أصل هذه الجماعة مبنية على الشرك، مبنية على البدعة والضلالة، مبنية على عبادة القبور، وقد صرحوا في كتبهم ومؤلفاتهم بما لا يدع مجالا للشك والريبة. فيا عباد الله، على الناصح لنفسه أن يحذر هذا الأمر حذراً شديداً، لأن اتباع هؤلاء هو اتباع لمشركين، اتباع
لمن يحارب دعوة التوحيد والسنة. عباد الله، إن من أقوال هؤلاء قول شيخ مؤسسهم إن دخول الجنة متوقف على اتباعي، فجعل مقامه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا يا عباد الله أن هذه الطرق يجعلونها في مقام الأنبياء والرسل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد وصلت هذه الجماعة يا عباد الله إلى أقسى أنواع الكفر وأعظم أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهم أكفر من اليهود والنصارى. لا نقول هذا مبالغة، بل هذه حقيقة، ومن عرف الحق عرف الباطل. حتى قال قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون والكافرون علوا كبيرا. بعض الناس ممن يتبع هؤلاء قد يردد مثل هذه الأبيات ولا يعلم أنه قد وقع في أعظم نواقض الإسلام، وقع في ناقض لم يقع فيه حتى اليهود ولا النصارى. عندما يقول القائل العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لرب ولا معبود ولا عابد، بل الكل سواء، فكل ما تراه هو الله عندهم. وهذا ما يسمى بوحدة الوجود، وهذه يا عباد الله عقيدة قال العلماء هي أكفر عقيدة عرفت على وجه الأرض. فالأمر يا عباد الله أمر عظيم، ليس أمرا سهلا وليس أمرا هينا. ومما يا عباد الله وقعت فيه هذه الجماعة أنهم يدعون إلى الجماعة لا إلى الله، وإن كانوا يقولون نحن ندعو إلى الله، وإن كانوا يدعون إلى الله، فقد شابتهم شائبة الدعوة إلى الحزب والجماعة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم لا يخرجون عن أصول هذه الجماعة ولا عن طريقتهم في الدعوة، فيسلكون مسالك أئمتهم في الدعوة. والوجه الثاني أنهم يا عباد الله يصرحون بأنهم من هذه الجماعة وأنهم يدعون لها ويدعون إليها، فصارت الدعوة ليست دعوة إلى الله خالصة، بل هي دعوة إلى الحزب أو تشوبها دعوة إلى الحزب والجماعة. والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ومما وقعت فيه هذه الجماعة الدعوة بالجهل وعدم العلم، بل هم يحاربون العلم ويحاربون التعلم، وهذا واضح لا مجال له، لا مجال للشك فيه. ومن ذلك يا عباد الله أن المرء أول ما يستقيم وأول ما يدخل في الاستقامة والالتزام يأمرونه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يا عباد الله لا شك أنه ضلال مبين وانحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين. فإن الدعوة لازمها العلم، ومن لم يكن له علم فلا يستطيع أن يتصدر للدعوة، لأن التصدر للدعوة شأنه عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل أحد الصحابة، ولم يكن يرسل من هو حديث عهد بإسلام، بل كان يرسل علماء الصحابة كإرساله لعلي رضي الله عنه، وكإرساله لمعاذ بن جبل، وكإرساله لأبي موسى الأشعري، وغيرهم من العلماء من الصحابة. وهذه هي الدعوة الحقيقية، أن يدعو العلماء لا أحد الناس وعوام الناس. وهم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهذا حق، نعم بلغ عن رسول الله وعن كتاب الله ولو آية، ولكن التبليغ عن العلم ليس المراد منه التصدر للدعوة. فيبلغ الإنسان ما يعلم إذا استطاع وإذا سنحت له الفرصة، أما أن يتصدر للدعوة وهو على غير قاعدة تؤهله للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا خروج عن سبيل الله وعن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما وقعت فيه هذه الجماعة يا عباد الله أن بعضهم يلبس على الناس
فيقول: نعم، إن أئمة التبليغ في الهند وفي باكستان وفي غيرها يدعون إلى الشرك ويدعون إلى عبادة القبور، ونحن لسنا مثلهم. فالرد على هؤلاء يا عباد الله أنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء في الجملة، لأن يا عباد الله قد شاهدنا وشاهد غيرنا، شاهدنا وشاهد غيرنا أن كثيرا منهم يقع في الصوفية ويقع في الشرك ويقع في البدع والضلالات، شعر أو لم يشعر. وقد سمعنا في مقطع لأحد كبارهم ليس من الهند ولا باكستان وإنما من الخليج العربي يردد أبيات البردة، أبيات البصيرية الشركية التي يقول فيها: يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إلا العممي إن لم يكن في موعدي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. والله عز وجل يقول: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وينسون ما يشركون. ويقول البصير في هذه البردة الشركية مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. يقول إن من جودك، يعني من، وهذا للتبعيض، وإلا فإن علم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا. يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقد رأينا يا عباد الله من صوفيتهم وضلالهم ما يندى له الجبين، قد رأينا منهم ما يسمى بالدينمو، وهذا يا عباد الله عقيدة يعتقدونها بأن يتوزعوا في البيان ثم يبقى واحد في المكان الذي توزعوا منه يذكر الله من أجل أن يقوي هذه الجماعة وأن يقويهم في الدعوة إلى الله. وهذا يا عباد الله واقع، وقد شاهده كثير ممن انتسب إلى هذه الجماعة، وهذا ضلال مبين وتصوف فاضح واضح. والأدلة يا عباد الله على الارتباط بين هؤلاء وهؤلاء كثيرة جدا، ومن ذلك يا عباد الله أنهم يتسمون باسمهم ويدعون بدعوتهم وينافحون عن أئمتهم، فما من يرد رجل على هؤلاء الأئمة إلا وتجد هذا الذي يتبعهم سواء في هذه البلاد أو في غيرها تجده قد انتفقت أوداجه واحمرت عينه وغضب غضبا شديدا وعاداك معاداة عظيمة في الدين. وهذا يدل يا عباد الله على صدق موالاتهم لهؤلاء وصدق اتباعهم لهم، وإلا فما الذي جعلهم يدافعون وينافحون ويوالون ويعادون على أئمة مشركين يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن من الشبهات التي يلبسها دعاة الأحباب والتبليغ على الناس أن هناك من العلماء من أثنى عليهم ودافع عنهم وأيدهم، فالرد على هؤلاء أن التزكية ليست عصمة، وأن التزكية تكون بسبب ما بلغ من العلم. وهناك قاعدة شرعية أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، فمن جرحهم من العلماء وبين حالهم
وكشف ضلالهم وحذر من اتباعهم أكثر ممن مدحهم وزكاهم. والعبرة في الأصل ليست في الكثرة، وإنما العبرة بالحق وبالدليل. فمن جرحهم وضللهم وبدعهم ونهى عن اتباعهم قد أتى بالدليل من كتبهم ومن مؤلفاتهم ومن اطلاع على ما كان عليه هذه الجماعة وممن حذر منهم من علمائنا. يا عباد الله، الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فقد صرح أن هذه الدعوة تدعو إلى الشرك بالله وإلى عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. وممن حذر منهم وألف فيهم كتابا الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم سماه القول البليغ في الكلام على جماعة التبليغ، وهو كتاب عظيم قد أتى بالأدلة من كتبهم ومن مؤلفاتهم بما لا يدع لطالب الحق إلا أن يحذر هذه الجماعة وأن يحذر منها. وحذرت منهم اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وحذر منهم قوم كثير من أهل العلم. فهنا يا عباد الله، التحذير المفسر مقدم على التزكية والتعديل العام والمبهم. فهذه قاعدة شرعية على الإنسان أن يفهمها وأن يعرف كيف يتعامل مع التحذير والتزكيات. فالتحذير مقدم إذا كان بالدليل والبرهان. فيا عباد الله، على الناصح لنفسه ألا ينضم إلى هذه الجماعة ولا إلى غيرها من الجماعات، فإن الانضمام إلى الجماعات وإلى الفرق خروج عن السبيل ومخالفة للدليل وتعريض للنفس للضيق والضنك في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم انشراح، والخروج من هذا الانشراح إلى الضلالة والبدعة ضيق وضنك في الدنيا وفي الآخرة. فعلى المسلم يا عباد الله أن يحذر الجماعات، كل الجماعات صغيرها وكبيرها، وأن يلتزم بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة يا عباد الله أن يحذر من هذه الجماعات الصوفية القبورية التي تهدم الإسلام وتهدم التوحيد وتهدم السنة. ويا عباد الله، إن من العجب العجاب أن يعيش المرء في بلاد التوحيد، يتعلم التوحيد ويدرس التوحيد، ثم يتنكر لهذه النعمة العظيمة فيلتحق بمثل هذه الجماعات وهذه البدع والضلالات. فإن من شكر الله سبحانه وتعالى أن أنشأك بين أبوين مسلمين وفي مجتمع يدعو إلى التوحيد ويتمسك بالتوحيد والسنة، أن تتمسك بتوحيد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر الفرقة في دين الله سبحانه وتعالى. فالاعتصام بالسنة نجاة، ومخالفة السنة مهلكة يا عباد الله في الدنيا والآخرة. عباد الله، وإن مثل هذه الجماعات هي مفرخة للإرهاب، مفرخة للتكفير بغير حق، وذلك لأن أصل الانضمام إلى هذه الجماعات مبني على البيعة، مبني على البيعة، وأصحابها في الأصل على الجهل، فيتلقفهم أصحاب الضلال من أصحاب الإرهاب وغيرهم فيسلكونهم في مسالكهم. وقد يقول قائل: قد رأينا كثيرا منهم ولم يبايعوا أميرا أو جماعة معهم. فيقال لهم: إن البيعة لا تكون لكل من التحق بهم، وإنما البيعة تكون لمن ترقى في مسالكهم. فمن ترقى في مسالكهم فإنه يبايع أمير الجماعة أو من ينوب أمير الجماعة، ويكفي في هذا يا عباد الله خروجا عن الجماعة وشق صفوف المسلمين ودعوة للخروج على الإمام. فيا عباد الله، هذه الجماعات والفرق ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض، علينا أن نحذرها وأن نحذر منها، وأن نتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في خطب الجمعة
من البدع والضلالات، فيقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.